النهاردة ذكرى وفاة ناظر مدرسة المشاغبين الفنان الكبير حسن مصطفى، واللي رحل على العلملة في 19 مايو 2015 بعد تاريخ فني كبير، سواء بقى كان في السينما أو في الدراما أو في المسرح. يمكن من الأعمال اللي مش ممكن إنها تتنسي أبدا شخصية رمضان السكري الأب في مسرحية العيال كبرت، اللي بتعتبر من الأعمال المسرحية الخالدة في ذكرى وفاته. خلينا نتابع مع بعض التقرير. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى الذي رحل عن عالمنا في 19 من مايو عام 2015، تاركاً رصيداً كبيراً من الأعمال الفنية والأدوار الكوميدية البارزة. ولد الفنان حسن مصطفى في 26 من يونيو عام 1933 بالقاهرة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفور تخرجه التحق بالعمل في مسرح التلفزيون، وانتقل منه إلى فرقة إسماعيل ياسين وفرقة الفنانين المتحدين. كانت مسيرة الفنان حسن مصطفى الفنية حافلة بالعديد من النجاحات الفنية على كافة مجالات الفن، وبلغ رصيده الفني 323 عملاً فنياً، وكان للمسرح نصيب الأسد في صناعة شهرته، خاصة عندما جسد شخصية ناظر المدرسة في مسرحية مدرسة المشاغبين، والذي يعتبر نقطة فارقة في مسيرته الفنية، ثم قدم بعدها شخصية رمضان السكري الأب في مسرحية العيال كبرت التي تعد من الأعمال المسرحية الخالدة. ضعوا وادي قهوتكم اهي. سجاير قدام الأولاد يا زينب، هم عارفين إنك أدب. قدم الراحل حسن مصطفى حوالي 90 مسلسلاً، منهم رأفة الهجان، من الذي لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمة، البراري والحمول، بوابة الحلواني، حياة الجوهري، يتربى في عزه، وعباس الأبيض. وفي السينما شارك في بطولة عدد من الأفلام، منها أرض النفاق وأخطر رجل في العالم مع فؤاد المهندس، وفيلم امرأة واحدة لا تكفي مع يسرى وأحمد زكي، وفيلم غريب في بيتي مع نور الشريف وسعاد حسني، وأفواه وأرانب مع فاتن حمامة ومحمود ياسين. تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال، واستمرت زيجتهما ما يقرب من 50 عاماً حتى رحيله عن عمر ناهز 81 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت نقله إلى العناية المركزة، ولفظ أنفاسه الأخيرة تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً.